بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، الآن مع الجزء 21 من برنامج الألعاب اللغوية وتعليم اللغات الأجنبية. الآن ننتقل إلى لعبة جديدة وهي لعبة شاهد وأنتج قصة. هذه اللعبة تركز على مهارة القراءة والكتابة، يعني كيف يقرأ ثم كيف يكتب وكيف ينتج قصة ويعيد ترتيب الأمور والربط بينها. يمكن تنفيذها مع المستوى المتوسط. طبعا القراءة هنا المقصود بقراءة الصورة بالمناسبة. طيب كيف ينفذها داخل الصف؟ هو سيأخذ المعلم سيوزع عليهم يعني صور مبعثرة، يعني قصة مصورة لكن صور مبعثرة غير مرتبة. على الطلاب هنا أن يقرأوا الصور جيدا ويتفهموا مضمونها، ثم يعيدوا ترتيب هذه الصور، ثم يكتبوا قصة عنها كتابة ويقرؤونها بعد كتابتهم أمام الفصل. يعني حتى هنا مهارة القراءة ستأتي، بعد أن يكتبوا القصة يقرؤونها أمام الطلاب في الفصل. طبعا لا تحتاج إلى مجموعة من الصور فقط. هنا الطلاب الذين سيفوزون هم الذين كتبوا رتبوا بصورة صحيحة، كتبوها بصورة جيدة ومترابطة وفيها أدوات ربط وحبكة وسرد جيد، وأيضا الذين استطاعوا أن يقرأوا قراءة جهرية معبرة أمام الفصل. كل هذا يقيم في ضوء محكات ودرجات معينة يعطيها المعلم مع الجمهور المستمع لهذه اللعبة أو المشاهد لهذه اللعبة. ننتقل إلى لعبة أخرى هي لعبة اقرأ ووصل. اقرأ ووصل، هنا على اليمين سيقرأ نص، هذا النص يعني يمكن أن يوصل بكلمة معبرة عن كل هذا. يعني لو جربنا على المثال الأول، هو الذي يوقظنا من النوم بضبطه على وقت محدد. إذن هو أكيد ليس العطلة الصيفية وليس الصفيح الصحيفة، وإنما هو المنبه. خلاص نسمعه كل يوم 5 مرات ويدل على مجيء وقت الصلاة، أكيد هو الأذان، هكذا بهذا الشكل. فهو يقرأ، هذه مهارة قراءة طبعا، ثم يوصل الكلمة المعبرة عن عما قرأه من نص. لعبة اقرأ وخمن، هذه اللعبة يعني تركز على مهارة التخمين. هو سيقرأ شيء يشرح مفهوم معين أو شيء بعينه، ثم يخمن ما المقصود، لأن أعطيناه قائمتين من الصور، هو يختار الصورة الملائمة. طبعا أنا ما وضعت الصور، الأستاذ سيضع الصور فقط. يعني هو يتكون من عربات متعددة ويتميز بالسرعة وتذكرته الرخيصة. هل هي النقود؟ هل الزرافة؟ هل القطار؟ هل فرشة الأسنان؟ هل السفينة؟ أكيد طبعا القطار. وهكذا تعيش في الغابات الإفريقية وتأكل العجب وجسمها ضخم، هل هي السفينة مثلا؟ هل هي الزرافة؟ هكذا يعني بهذه الطريقة. لعبة اقرأ وخمن لعبة بسيطة جدا في تنفيذها يعني، وتصلح مع المبتدئين يعني أو حتى بداية المتوسط. لعبة اقرأ وحدد المقصود. اقرأ وحدد المقصود، هو سيقرأ ويحدد المقصود باختيار الصورة. يعني يصنع من الخشب ونضع فيه الملابس، والمسجد، الحديقة، الدولاب، المدرسة، الخريطة، هكذا أكيد الدولاب. مثلا يعظمها المسلمون ويحجون إليها، أكيد هي الكعبة المشرفة، هكذا. هذه اسمها لعبة اقرأ وحدد المقصود. الألعاب اللغوية كثيرة جدا، أنا فقط هنا ذكرت مجرد نماذج، فأنا هنا كما قلت كالمسن يشحذ ولا يقطع. أنا ذكرت مجموعة من الأمثلة لهذه الألعاب، المعلم يستطيع بهذه الآلية إنتاج وإبداع العديد من الألعاب اللغوية. سنكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت ونظرا للمساحة المحدودة، وعلى يعني نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا البرنامج وفي هذه الدورة الفائدة للمعلمين، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا إن شاء الله، وتكون هذه اللعبة الأخيرة. وجزاكم الله خيرا لصبركم وحسن استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.